حسين الشحات. ماله حسين الشحات؟ خلينا نروح نشوف حسين الشحات ونرجع نكمل. الاجواء الضحكه مهمه جدا، يعني اللي بيحصل حضراتكم شايفينه ده، اللعيبه مركزه، اللعيبه عايزه تكسب يوم الاربع بكل الطرق، ولكن انا برضو محتاج ان انا اهزر، محتاج ان انا اضحك، محتاج ان انا اطلع الضغط اللي جوايا، ارفع الضغوط من عليا علشان اعرف العب مباراه حلوه. ده دايما اللي بنشوفه من حسين، اللي بنشوفه من متولي، اللي بنشوفه من اكرم، اللي بنشوفه من كل لعيبه النادي الاهلي، ولكن تركيزهم دائما بيكون منصب في شيء واحد فقط، هو ازاي هلعب يوم الاربع وان شاء الله ربنا يكرمني واجيب بطوله لجمهور النادي الاهلي. عشان كده تحس ان اللعيبه عايزه تطلع اللي جواها او ترفع من عليها الضغط شويه. الحاجات اللطيفه اللي حضراتكم شايفينها سواء حسين او مجموعه اللاعبين كلها حاجات جميله جدا، وبتقدر ترفع الضغط او بترفع الضغط بالفعل عن اللاعبين.